قولي لي يا ريم، بتحلمي بإيه؟ أنتي بنت مصرية رياضية متفوقة، بتجيبي ميداليات لبلدك، حلمك إيه؟ حلمي بطولة العالم برضو إن شاء الله، أول عالم أنيسات إن شاء الله. أول عالم أنيسات. بتذاكري مين؟ يعني مين اللي أنتي خايفة منها؟ مين البلد اللي أنتي خايفة منها؟ لا، هو مفيش بلد معينة، احنا بنعمل حساب لكل الناس زي ما كل الناس بتعمل حسابنا. بتذاكري المصنفين العاليين في العالم يعني. اه هل بيبقى في تواصل احيانا بينكم وبينهم لما بتلعبوهم، ولا ما بتبقى منافسات بس؟ لا، بتبقى منافسات بس. ما بيبقاش في تواصل.